أطلق الهلال الأحمر المصري قافلة إغاثية بمبادرة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والهلال الأحمر الكويتية في إطار مساندة الشعب السوداني وتقديم جميع المساعدات الإنسانية التي يحتاجها. تضمنت القافلة الإغاثية تعبئة وتغليف عدد من السلات الغذائية إلى جانب تجهيز مستلزمات وأدوية طبية موجهة لأكثر الفئات المتضررة من تداعيات الأزمة السودانية، وذلك من أجل تحقيق مبدأ التكافل ورفع المعاناة عن كاهل الأشقاء السودانيين. كل هذا تم بتوجيه من معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط بدعم الشعب السوداني بكافة أشكال الدعم اللي ممكن يقدم، وإحنا بنشعر أن هذا الدعم هو رسالة بسيطة من قبل الدول العربية، من قبل المجالس الوزارية بدعم الشعب السوداني، وإحنا نتمنى إن شاء الله قريبا حتى يخرج الشعب السوداني من أزمته سيستمر أيضا الهلال الأحمر المصري بتقديم أوجه الدعم من قبل ليس فقط الجهات المصرية إنما أيضا من قبل الهيئات العديدة العربية والدولية. جمعية الهلال الأحمر المصري منذ اندلاع الأحداث وهي موجودة على الحدود المصرية السودانية لتقديم يد الغوث وتقديم الخدمات الصحية الإنسانية لجميع العابرين. ده جزء من جسر المساعدات ما بين جمهورية مصر العربية والسودان من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري التي تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، ومن ضمن التنسيقات طبعا وجود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب اللي هو رصد مجموعة من المساعدات اللي جمعية الهلال الأحمر المصري هتقوم بتسليمها لناظرها جمعية الهلال الأحمر السوداني، تشمل على المواد الأساسية والاحتياجات اللي احنا رصدناها من خلال التنسيق مع الطرف الآخر، المستهلكات والمستلزمات الطبية، أدوات الحماية الشخصية وأدوات الإعاشة اللي هم طلبوها.